أتمنى الكل يستمتع بهذه الفعاليات المميزة، وخاصة أن الأجواء صارت جدا حلوة في الرياض. والآن مشاهدينا وصلنا لموعدنا الأسبوعي مع فقرة التدبير المنزلي. طبعا زي ما كلنا عارفين، ترتيب الملابس في دولاب صغير هي مهمة ما هي سهلة، خاصة لو كانت الملابس كثيرة. اليوم حنقدم لكم طرق وأساليب بتساعد النساء، أكيد يعني هم اللي بيرتبوا دواليبهم، في ترتيب الملابس والتخلص من الفوضى، وبتسهل على كل واحدة أكيد أنها توصل لأي قطعة تبغى تلبسها بسرعة. يسعدنا الآن تكون معنا مصممة الديكور ومؤخراً اللايف كوتش هوازن خياط. يسعد صباحك هوازن. أهلاً. أهلاً. أول شيء هوازن، قد إيش مهم فعلاً أنه الواحد يرتب دولابه، ومهم نفسياً حتى الواحد دائماً يشوف دولابه مرتب؟ عموماً المكان اللي الإنسان بيكون فيه بيعكس على داخله وبيأثر عليه. فالمكان لو كان فوضى فإحنا جوانا فوضى، وبالعكس. فإحنا نحاول نرتب المكان عشان يكون ملهم نفسياً، يعني نفسيا وعقليا تترتب الفوضى كمان اللي جوه. طيب إيش أول الخطوات اللي مثلا المرأة المفروض أنها تتبعها في ترتيب دولابها؟ أول خطوة لازم نتخلص من الأشياء اللي ما نحتاجها. حنقسمها خلينا نقول لخمسة سكشنز. نجيب خمسة صناديق، خمسة أقسام، ونحط فيها الملابس واحدة واحدة، نمسك قطعة قطعة ونشوف نفرزها يعني. بالضبط. نفرزها حسب التالي: لو ما لبستيها من سنة تخلصي منها، لو هي مو مقاسك الآن تخلصي منها، لو حاجة أنت محتفظة فيها بس عشان الذكرى تخلصي منها. لا، أنت تقدري تحتفظي بقطعة للذكرى بس مو دواليب. واحدة قطعة تكفي، الباقي ما هتحتاجي يعني. لو في حاجة محتاجة أنها تتعدل، تتقصر، تتضيق، حطيها على جنب عشان توديها للخياط. لو في قطعة عندك محتاجة تنسيق، أحيانا نشتري توب أو تنورة، ما تكوني عارفة مع إيش حتلبسيها، تخليها على جنب عشان تفكري فيها، يصير لما تبغي تلبسيها خلاص لما تروحي السوق المرة الجاية تجيبي لها القطعة. طب إيش أكثر الأدوات، أو مثلا زي عندنا هنا شايفين السبت، هذه حاملة النظارات، وهذا الستاند حقة الشنط، إيش في أشياء تانية ممكن تساعدنا في ترتيب الدولاب؟ حتى هنا عندنا أنواع علاقات مختلفة. في إيش ممكن هوازن تساعدنا مثلاً أنواع العلاقات، إنه أنحف أسمك ولا نوع العلاقة نفسها؟ أول شيء عشان نحط، إحنا بنتكلم على المساحات الكبيرة والصغيرة، سواء كان دولاب صغير أو غرفة ملابس كبيرة. سبحان الله، مهما تديني دواليب تتعبى ما تعرفي كيف، لأنه بنحتفظ بأشياء مو مفروض أصلاً تكون موجودة يعني. أول شيء نبدأ بنوعية العلاقات. أنا شخصياً أفضل العلاقات هذه اللي تجي مخمل رفيعة، وتجي كمان مرة رفيعة. لأنه لو اخترنا حاجة زي كده، أنت ملاحظة قد إيش يا سميكة، تأخذ مساحة صغير. فهذه ما تأخذ مساحة وتسمح لك أنك تحط الملابس أكثر. طيب وهذا الستاند، هذا الستاند هذه من الحلول التنظيمية، وعندنا في السوق مليان أشياء حلول تنظيمية. حتى شوف أنا حاطة الشنط كمان بشكل جميل. يعني هذا أساساً مو مخصص للشنط، مخصص للسوارات، للفوط. للفوط. كيف تتحط الفوط؟ نقدر تعلق هنا من هذه. أوكي. فإحنا ممكن نستخدمه للشنط. هذا حق الصحون واضح. بالضبط. فإحنا استخدمناه هنا للكلتشز بحيث إنها تكون مرتبة. لو تكلمنا على موضوع الألوان هوازن، قد إيش برضو يساعد يعني؟ إحنا ممكن نرتب مثلاً الأشياء اللي تتطبق أو اللي تتعلق حسب تدرج الألوان أو تدرج الطول أو التصنيف. يعني مثلاً لبس الشتوي مثلاً، السهرة الحال، أو مثلاً لبس العمل لحال، لبس الطلع الحال. أنا شخصياً برضو أفضل ترتيب الألوان لأنه يعطي شكله حلو، جمال للمكان. حتى لما تفتح الدولاب تشوفي إنسبايرينج شوية. صح. طب هنا إيش عندنا كمان؟ شوف هنا هوازن جايبة أنت مقسمات مختلفة، هذه للطرح كأنها صح؟
هذه ممكن تحطي فيها الطرح، ممكن تحطي فيها البناطيل، الشالات. هذه كمان للبناطيل. هذا ستايل مختلف من المقسمات. بالضبط، لأنه أنا برضو ما أفضل إنه شيء يتطبق، لأنه لما يتطبق ما حشوفه، ما حيكون قدام عيني. بس ولا شيء يتطبق. مو ولا شيء، بس إنه إحنا ممكن نطبقه بهذه الطريقة إنه يكون عمودي مو أفقي، لأنه مو كده فوق بعض عشان ما نشوف. بالضبط، لأنه اللي تحت ما حيتشاف وحينهجر سنين وحتروح موضته وما حنلبسه. صح. بس لما نشتري شيء جديد هوازن، كيف نلاقي له مكان ولا كيف يترتب؟ يفضل انك كل ما تجيب قطعه جديده تطلع قطعه قديمه. هذا يفضل عندك اكيد. اكيد في قطعه انت ما لبستيها من زمان او خلاص ما حتلبسيها يعني، فعشان تحركي كمان السريان عندك. صراحه انا احس من الاشياء الحلوه ممكن تسويها، وانا بسويها صراحه بيني وبين صحباتي واخواتي، بنتبادل. خلاص انا خلصت من المجموعه. أيوة. ادي احد احد يدي احد. بالزبط. احد يدي احد. حلو. أيوة. يعني حتى لو كان من برا محيطك انك يعني تساهمي انه غيرك يستخدمها. صح. طالما انت ما بتستخدميها يعني. صح. في كثير قطع نحس انه لا بس متعلقين فيها نفسيا ونحبها، هذه تحس الواحد لازم يتخلص منها. على حسب انت ايش الاتاتشمنت بالنسبه لك، بس انا افضل انه ما يكون عندك اتاتشمنت بشيء او تعلق بشيء. جميل يعني. طيب الواحد انت قلتي المفروض يطبق بس التوبات، ايش اشياء ثانيه ممكن تطبق مثلا؟ الاشياء الشتويه، البلوفرات ما تتعلق لانها بس الان الاشياء الشتويه تنزل. لسه امس لما دخل البرد، لانه امس كان اول يوم يصير برد في الرياض، قلت لازم انزل كل الشتوي وارجع اطلع العبايات والملابس الصيفيه. طيب الاشياء اللي ما بنستخدمها هوازن، نحطها في الدولاب مثلا برايك انت من جوا، ولا في مثلا كراتين فوق الدولاب، ولا ايش افضل طريقه على حسب يكون شكلها كمان حلو حسب المساحه اللي عندك انت؟ لو عندك مساحه ممكن تخليها، بس تخليها في اقسام بعيده عن نظرك عينك. يعني مثلا جلابيات رمضان، لبس الشتاء، لبس السفر، اللبس التنكري مثلا، انت ما حتحتاجيه دائما يعني. لو عندك مساحه خليه في قسم بعيد، لو ما عندك مساحه ممكن تخليه في صناديق مخصصه تحطيه تحت او فوق. طيب وايش كمان مقسمات ثانيه مثلا ممكن تساعدنا لتسي في الغيارات مثلا، في المناشف، هذه الاشياء كيف الواحد يرتبها؟ الغيارات المناشف المفروض تكون في دولاب ثاني او أيوة. حاجه بعيده عن غرفه ملابسك. ليه؟ عشان انت ما يكون عندك ما تكون زحمه يعني، اوفرولمد كمان يعني. أوكي. ما تكوني كده ملخبطه. اوكي. طب شوفي هوازن، الناس اللي تجيب ستاند زي كده لما يصير عندك زحمه في الدولاب، تنصح الواحد كده يجيب ويكون الملابس قدام عينه، ولا تسوي كركبه زياده؟ لا انا احس انها تسوي كركبه زياده. خلي الاشياء اللي انت دائما تستخدميها وتلبسيها في دولابك الاساسي. طيب ومن باب التعليق الملابس، كل شيء لازم يتعلق، ولا ممكن اشياء مثلا تتعلق بس لا نطبقها؟ هو اكيد في النهايه في اشياء لازم تتطبق، بس عشان انت تقدري تشوفي كل شيء عندك عشان تقدري تستخدميه وما تهملي، يفضل ان كلها تتعلق. جميل. طب لازم اسالك، بما انك انت مصمم الديكور ولايف كوتش، لازم اسالك ده السؤال، قد ايش تشوفي انه نفسيا بياثر على نفسيه ممكن إن مثلا اي حد بيجيكي مثلا بيستعين فيكي كلايف كوتش، ياثر هذا الموضوع بشكل او باخر نفسيا؟ احنا كلايف كوتش من الاشياء الاساسيه اللي المفروض نقدمها للناس ان نخلي حياتهم اسهل. فهذه من الأشياء اللي تخلي حياتك أسهل، لأنه أنت لما تنظمي غرفة ملابسك حتستثمري في وقتك، حتستثمري في ميزانيتك، ونفس الشيء حيعكس، لأنه الأشياء المتكدسة والمهملة دلالة على أشياء متكدسة ومهملة في الداخل. جميل.